مشاهدي قناة شوف تي في والمرأة تي في، رمضان مبارك سعيد، وانتم معنا في اليوم السابع لأيام الشهر المبارك، لأيام شهر رمضان العظيم اللي كنتمنوا من الله أنه يرفع علينا هذا الوباء في القريب العاجل. مشاهدي قناة شوف تي في، غادي نرسلوا لكم الآن الأجواء بمدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية من بعد ما شهدت العاصمة ارتفاع في درجة الحرارة في الأيام الأخيرة، اللي كنتمنوا من الله أنه يرحمنا برحمته ويخفف ما نزل. هذه هي الأجواء مشاهدي قناة شوف تي في مختلف شوارع العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس، تزامنا مع زمنا مع هذا الشهر الأعظم. ف احنا نبغيو من هذا البث المباشر اننا نوجه رساله ونصيحه لكل مستعملي الطريق، تريتوا والحيطه، يعني مع اخذ الحيطه والحذر. احنا كنشوفوا انه في هذا الاسبوع عادوا كثروا الحوادث ديال السير، يعني الواحد تيكون خصوصا في الساعات الاخيره اللي كيقرب، على الدقائق الاخيره اللي كيقرب يؤذن فيها اذان المغرب، اللي كنشوفوا بعض اللي كنشوفوا بعض مستعملي الطريق اللي تيكونوا غاديين بواحد السرعه مفرطه اللي كتهدد السلامه ديالهم وديال مستعملي الطريق. الله يخليكم المزيد من الحيطه والحذر، فعندكم اسر وعندكم اهل وعندكم وليدات كيتسناوكم باش تجيو باش تفرحوا. انا شنو يعني مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي ما كاين غير هذا درك سداومات وهذا درك سداومات وهذا درك سداومات، خصوصا الشباب اللي عندهم اللي كيستعملوا الدراجات الناريه من الحجم الكبير، اللي كيبغيو انهم اللي كيديروا يعني كيستعرضوا او كيديروا استعراضات في الشارع العام، يعني في الشارع كيكون رئيسي وكبير، مما كيسبب حوادث كثير مميتة. هذا الشيء ما بغيناهش خصوصا في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الاعظم، اللي كنتمناو من كل مستعملي الطريق المزيد من الحيطه والحذر. وحاولوا انكم ماشي المشكله تاخرتوا واحد شويه، والله ما نقول لك والله ما تاخر شويه ولا ما توصلش كاع. دائما فاش كنكون شي مهمه معطله كنقول راه مشى الحال، حتى كنبغي نفكر انني نزيد في السرعه، ولكن كنقول والله ما وصل معطله ولا ما وصلش في الفتره كاع. فهذه دائما خاص الانسان يديرها في البال ديالو، يفكر قبل ما يكسيري على انه راه كاين واحد المثال كيتقال شعبي، كسيري تموت الفلاني تعيش ولا نقص السرعه تعيش. فالله يخليكم المزيد من الحيطه والحذر، وكما قلت الوقايه خير من العلاج. نتمنوا لكم نهار مبارك سعيد، نتمنوا ان الله يتقبل منا ومنكم الصيام والصلاه، والله يرفع علينا هذا الوباء باش ان شاء الله ترجع المياه مجاريها ونعيشوا الاجواء والطقوس اللي كنا كنعيشوها من قبل ديال هذا الشهر الاعظم، هذا الشهر المبارك، هذا الشهر اللي شهر الغفران. اللي وكذلك غادي نقولوا بالمناسبه كاينين اسر اللي فقدوا ناس عزاز عليهم بسبب حوادث السير، غادي نقول لهم الله يرحمهم ويصبرهم ويجعلهم يجعلهم من اهل الجنه ويصبر الاهل ديالهم. حقيقه مؤسف انك كتسمع انه كاينين شباب، يعني اللي من خيرة الشباب والباقيين في عز الشباب ديالهم وكيتوفاو بسبب حوادث السير. هذا الشيء كيدل على انه خاصنا الثقافه ديال السياقه مازال ما كايناش. واحد كيسافر غير كيمشي عليه الحال، ما كيفكرش على انه سواء كيمشي عليه الحال ولا كيكون عنده مشكل، او ما تيفكرش على انه غادي يأذي ناس اخرين وغيأذي حتى راسو. على كل حال الى هنا سيدنا نقول لكم دمتم بألف خير، وهذه الاجواء الان باكبر شوارع مدينه مكناس.